اعزائي المشاهدين سعداء نلتقي بكم مره اخرى في برنامج السراج المنير ونحن مستمرين في تاملاتنا في كلمه الله اللي تنير اذهاننا وعقولنا ونعرف اكثر عن الله الذي احبنا وارسل ابنه الوحيد لكي يفدينا ويكون لنا فيه الحياه والافضل. سعداء ان نلتقي مره اخرى مع اخونا روميل زية أهلا, اهلا, وسهلا بك اخي الحبيب اهلا قسيس حبيبي نشكر رب من اجلك ومن اجلك من اجل الموهبه اللي رب اعطاك اياها وتستخدمها لمجد الرب يسوع رب المسيح رب. اخي الحبيب احنا مستمرين في دراستنا وهاليوم وصلنا في الحلقه 15 من السراج المنير امين وفي دراسه لرساله غلاطية الحلقه الماضيه احنا كنا نتكلم عن موضوع التبرير بالإيمان وموضوع الناموس في العهد القديم الناموس الطقسي والأدبي والمدني المدني واللي اللي افتهمناه من كلمة الله أنه إحنا كمؤمنين ولدنا الولادة الجديدة فأكيد هذه الأمور القانون او الناموس الادبي اكيد الامور الزنا والقتل والسرقه هاي الوصايا اللي الله ذكرها في الناموس اكيد احنا بالخليقه الجديده وبالروح القدس الساكن فينا ما راح نقدر نعيش مره ثانيه بهال الخطايا اللي كنا قبل نسويها وصلنا اليوم في دراستنا من رساله غلاطيه الاصحاح الثالث ومن عدد 11 إلى نهاية العدد 14 فممكن تقرأنا هذا هاي الأعداد حتى نستمر في دراستنا بنعمة الرب آمين قسيس شكرا جزيلا رسالة غلاطة يا أحبائي الأصحاح الثالث عفوا نقرأ من عدد 11 يقول بولس ولكن ان ليس احد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر لان البار بالايمان يحيا ولكن الناموس ليس من الايمان بل الانسان الذي يفعلها سيحيا بها المسيح افتدانا من لعنه الناموس اذ صار لعنه لاجلنا لانه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة لتصير بركه ابراهيم للامم في المسيح يسوع لننال بالايمان موعد الروح آمين. امين قراءه مباركه نشكر الله من اجل كلمه الله التي بين ايدينا اخي الحبيب واحنا داخلين في هذا الموضوع موضوع الناموس وموضوع الايمان وفي اسئله كثيره حول هذا الموضوع وفي اجتهادات كثيرة حول هذا الموضوع لكن إحنا دائما مرجعنا أخرومير هو الكلمة الله الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد يعني في كثير من الناس أو المسيحيين يقول لك إحنا ما لنا علاقة بالعهد القديم هذا مش لالنا لكن إحنا هو الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤيا هذا هو كلمة الله والرب يسوع نفسه كان دائما قيل قيل بالانبياء، قيل بموسى. كان عنده بس العهد القديم. وكان عنده بس العهد القديم. لذلك احنا اليوم مرجعنا الوحيد هو كلمه الله، أم. وحتى نفهم موضوع الناموس وال... والايمان آه اللي دائما بدنا نتكلم عنه في رساله آه غلاطية ايه كثير آه استوقفتني وانا دا ادرس هذه الرساله آه اخ روميل لما دا يقول الكتاب لكن انه ليس احد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر, فظاهر لان البار بالايمان يحيى نعم. البار بالايمان يحيى هل هذه الايه وردت في اماكن اخرى يعني في الكتاب المقدس أه نعم اكيد قسيس يعني وردت يعني هو بولس رسول من ذا يكتب كان عنده ايضا العهد القديم ويرجع الى العهد القديم عفوا يقتبس من عنده فمثلا حبقوق الاصحاح الثاني والعدد الرابع يقول اما البار فبالايمان يحيى، فبولس رسول اقتبسها من العهد القديم نعم واستخدمها هنا يعني وايضا نشوف استخدمها مو بس في غلاطيه الاصحاح الثالث عدد 11 لكن ايضا في رسالته الى اهل روميا الإصحاح الأول عدد 17 أيضا يقول هناك البار بالإيمان يحيى ورسالة العبرانيين عندنا العبرانيين الإصحاح العاشر وعدد 38 أيضا يقول الكتاب انه البار بالإيمان يحيى نعم أصلا يعني موجودة هي في العهد القديم و كتاب العهد الجديد اقتبسوها من العهد القديم نعم فإذا الآية موجودة في الثلاث أو أربع أماكن واحد من عدها هو الأحد القديم لا. الآية كثير مهمة ليس أحد يتبرر بالناموس ناموس. يعني بي بي بعجالة أو باختصار لما واحد يقرأ هذه الآية وليس أحد يتبرر بالناموس إذا ما الغاية من الناموس طبعا احنا راح تكلمنا فيها راح هو بولس الرسول آه بعد آه شويه في عدد يمكن 19 فلماذا الناموس؟ يا لانه احنا في هذه الايه البار بالايمان يحيى نعم طيب واحد يقول ليش الناموس؟ الناموس حقيقه يقول انه الرب اعطاه حتى يكشف الخطيه اها وايضا حتى الانسان لما يعيش تحت تدبير الناموس نعم راح يشوف هو غير قادر إنه يحقق مطالب الناموس، مه. فالناموس ما يعطي التبرير مه. للشخص مه. اللي يكون تحته، مه. لكن راح يعطي إنه هو تحت دينونة مه. وتحت لعنة، عمي. لأنه مكتوب ملعون عمي. كل من لا يثبّت في جميع ما هو, مكتوب. ما هو مكتوب في الناموس ليعمل به. نعم نعم كثير حلو، فإذا أحبائي المشاهدين. ليس احد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر لان البار بالايمان يحيا تريد تتبرر هاليوم؟ تريد تحيا هاليوم؟ عليك فقط ان تؤمن بما عمله المسيح من اجلك اخي الحبيب يقودنا هذا الشيء الى سؤال مهم وسؤال اخر هو بالعهد القديم اخ روميل هل كان العهد القديم يشهد انه التبرير بالايمان نعم امين نعم. يا ريت تنطينا مثلا الايات او افكار نعم. عن العهد القديم كيف العهد القديم واحنا نعرف أن العهد القديم كان في عهد الناموس صح وفي عهد الابراهيمي وفي نعم. عهد الداودي نعم. لكن هل كان يشهد عن التبرير بالايمان اكيد قسيس م -م. يعني مثلا في تكوين اصحاح 15 نعم العدد السادس لما ابراهيم يتكلم مع الله طبعا فيقول فآمن بالله فحسب له برا فكلمه آمن هنا موجوده يعني في العهد القديم فكيف تبرر ابراهيم في العهد القديم نعم ما كان عنده الناموس الموسوي هو كان قبل الناموس الموسوي بحوالي 400 سنه 400 يعني 30 سنه تقريبا ف يقول فحسب له برا امن ابراهيم فحسب, فحسب له, له برا ومثل ما قرينا قبل شويه في حبقوق الأصحاح الثاني مه. والعدد الرابع اما البار مه. فبالإيمان يحيى فنشوف كلمه الايمان موجوده ايضا في العهد القديم مه. احنا نعرف في العهد الجديد انه المؤمن مه. اللي في العهد الجديد هو مولود ولاده ثانيه نعم واحد يسال زين مؤمني العهد القديم شلون كانوا يعني هل كانوا بسبب طاعتهم للناموس يخلصون يتبررون مم. لا طبعا لانه طاعه الناموس ما حد قدر يطيعه فالناموس يطلب انه الانسان اللي تحت تدبيره تدبير الناموس لازم يطيع كل ما موجود في الناموس في جميع ما هو مكتوب في, في الناموس, الناموس نعم لكن شفنا انه الانسان قصر فكل من موجود تحت الناموس من وقت موسى والى وقت مجيء المسيح موته على الصليب اللي كان نهايه الناموس طبعا بالحقيقه فالكل مدان والكل تحت لعنه وبعد شوي نقرا انه المسيح افتدانا من لعنه الناموس اذ صار لعنه لاجلنا لانه كل انسان عاش تحت تدبير الناموس ما قدر يحقق مطالب الناموس 100% بالضبط، يعني اعطيك كمثل مثلا نعم. اليوم انا عايش ببلد نعم وانا شخص يعني احب البلد هذا اللي انا عايش به وعايش باحترام قانون هذا البلد وما مسوي اي كاسر اي قانون من هذا البلد ولنفرض انا بكره عملت جريمه قتل لا سمح الله لنفرض لا سمح الله اكيد يا جريمة قتل فأكيد أنا في الحالة بعين الدولة أنا إيش أنا مجرم صح أنا مجرم لأني كسرت قانون, قانون من قوانين البلد. الدولة بغض النظر أنا كنت شخص زين وما عندي أي مشكلة بس أنا حاليا لأن كسرت شغلة واحدة في قانون أنا صرت إيش مجرم, مجرم. بالنسبة لي هذه الدولة، اعتقد نفس الفكرة هي بالنسبة للناموس. نعم، يعقوب نفسه يقول م. في الأصحاح الثاني من رسالته والعدد العاشر يقول من حفظ كل الناموس أه. بس أخطأ في واحدة صار مجرماً صار مجرماً في الكل. م. وواحد شبهها تشبيه حلو. نعم. آه قال يعني مثل عشر حلقات أه. واحدة يعني متشلبة بالثانية تمام وموجودة في قاعة يعني عالية. سقف عالي جدا نعم. وشخص ممسك بالحلقة العاشرة مهم. الأخيرة أي حلقة تكسر من هذه الحلقات هو واقع طبعاً هو يسقط بالضبط هو راح يسقط yeah. العهد القديم يقول يعني الكتاب المقدس يقول إنه ولا واحد قدر يحفظ الناموس لأنه mm. على الأقل سقط في واحدة من فصار مجرماً في الكل فصار مجرم في الكل هو ساقط ساقط yeah. واقع ف... <applause> <applause> فإذا الأحد القديم يشهد إنه التبرير بالايمان واكبر دليل اخرميل اذا رحنا الى رساله غل... رساله عبرانيين نعم صح 11 يتكلم عن الإيمان. ابطال الايمان نعم و... وفي كثيرين من ابطال الايمان نعم هم اللي قبل الناموس صح يعني لما يتكلم عن ابراهيم ده يتكلم عن ابراهيم هو قبل الناموس صح. لما ده يتكلم مثلا عن نوح ده آه نوح يتكلم قبل الناموس صح. لما ده يتكلم عن اخنوخ, أخنوخ. ده يتكلم قبل الناموس، ده يتكلم عن رحاب نعم. ايضا كانت وحده امميه نعم. لكن ايضا امنت وقبلت الرب وصار لها يعني نصيب مع شعب الرب. هذول ابطال الايمان كلهم كانوا اغلبيتهم قبل الناموس نعم لكن ده نشوف كلمه الايمان بالايمان بالايمان تتكرر. بالايمان تتكرر الاشياء اللي كانوا يسووها نعم. كانوا يسووها بالايمان، فاذا الإيمان موجود صح في العهد القديم. نعم، حتى يسوع لما كان يتكلم مع نيقوديموس نعم فقال له يعني تكلم معه عن الولادة الجديدة، الولادة من فوق، نعم أو الولادة ثانية. مه. فالإنسان لازم يولد من الله مه. حتى يدخل ملكوت الله. فواحد يسأل زين مؤمنين العهد الجديد مولودين مه. ثانية بسبب إيمانهم بالرب يسوع المسيح. مه. هل مؤمني العهد القديم كانوا كانوا يولدون ثانية ولا كيف كانوا يدخلون إذا الناموس كان يدينهم فكيف كانوا يخلصون هل بطاعة الناموس لا طبعاً لأنه طاعة الناموس هنا لازم يطيع لازم يكون كامل لازم كامل مئة بالمئة وما حد قدر يطيع الناموس مئة بالمئة إلا الرب يسوع المسيح فالولادة الجديدة كانت أيضاً مطلوبة في العهد القديم وهذا نعرف انه من كلام الرب يسوع المسيح مع نيقوديموس. لما حكى له عن الولاده من فوق ما فهمها نيقوديموس قال كيف يمكن ان يكون هذا بعد عده محاورات مع الرب يسوع؟ نعم بعدين الرب يسوع يقول له انت معلم اسرائيل ولست تعلم هذا؟ معناها المفروض نيقوديموس كان يعرف من العهد القديم انه الولاده الجديده موجوده في العهد القديم ومتطلب حتى يدخل الانسان الى ملكوت الله موجود في العهد القديم ايضا. وين نقرا عنه؟ في سفر حسقيال مثلا ابسط شيء في اصحاح 36 مثلا لما يقول في العهد القديم ايضا اشاعيه 51 العدد السابع يتكلم عن انه شعب الرب شريعته في وسط قلبه, قلبه. نعم. في مكان اخر مثلا مزمور 37 مزمور 40 نعم. ايضا شريعتك في وسط احشائي نعم. او في قلبي نعم. مثلا نعم. فهذه تعبير هو في الحقيقه عن الولاده الجديده نعم. بس مو كل شعب اسرائيل في العهد القديم كانوا مولودين ثانيه نعم. لكن اللي امنوا يعني ولدوا ولاده جديده ف الايمان مطلوب في العهد القديم نعم وايضا في العهد الجديد yeah. في طريقه التبرير كانت في العهد القديم بالإيمان. وفي العهد الجديد هي بالايمان, بالإيمان. وليس بحفظ الناموس آمين. او تحت تدبير الناموس امين فاذا العهد القديم يشهد انه التبرير هو بالايمان إيمان. هذا يقودنا الى سؤال طيب اذا نعم. كان العهد القديم يشهد نعم. انه التبرير بالايمان نعم. اذا هل الناموس من الإيمان؟ لا هو ده يقول هنا مه. يقول عدد 12 مه. ولكن الناموس ليس من الإيمان مه. بل الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها طيب. يعني شنو المقصود؟ إحنا نعرف الإيمان إحنا مه. لما آمنا بالرب يسوع المسيح طريقة خلاصنا حتى نروح للسماء مه. نعيش إلى الأبد مع الرب تكون عدنا حياة أبدية هي فقط عن طريق الإيمان بعمل الرب يسوع المسيح يعني أعمالنا ما لها كل دخل بخلاصنا م. مثل ما يقول في رسالة بولس إلى أفسوس نعم. أهل أفسوس يقول لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان م. وذلك ليس منكم هو عطية, عطية الله. الله يعني هبة الله هدية الله ليس من أعمال كي لا لكي لا يفتخر أحد، نعم. لكننا نحن عمله في المسيح يسوع مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة، قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها، فخلاصنا بالإيمان فقط وليس بالأعمال، لكن الناموس هنا يقول الإنسان الذي يفعلها يعني يعمل بها يعني يطبقها سيحيا بها. لكن ما مثل ما قلنا ولا واحد قدر يحيا او يطبق الناموس لذلك الناموس يحكم عليه بالموت. فالايمان اللي هو بال يعني تبرير بالايمان ما ممكن يجتمع معه او يجمع معه التبرير بالناموس لانه هذا مخالف لهذا. الايمان و هنا الاعمال أعمال او الناموس بالضبط نعم فالايمان والناموس ما يجتمعون مع بعض لذلك يقول في العاده 12 الناموس ليس من الايمان لكن هو من الاعمال نعم اللي يعمل ويطبقها بحذافيره يقدر يخلص يحيا. يتبرر يحيى نعم, نعم. وال... لكن ما في واحد <applause> ماكو واحد إذا يعني. يطبقه فلذلك الناموس ما يجتمع مع الإيمان الإيمان آه. فالذين مع إبراهيم المؤمن م. 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 نعم مثل ما قرينا في العداد السابقة م. م. هذول يتبررون هذول هم أولاد إبراهيم م. مو اللي كانوا تحت الناموس نعم هم أولاد إبراهيم لكن اللي على طريقة إبراهيم مثل ما هو آمن بالله آه. فحسب له برا أيضا مؤمنين العهد الجديد ومؤمنين الأمم واليهود نعم. في العهد الجديد مو عن طريق الناموس م. المكتوب في القلوب بالنسبه للامم مثلا م. او الناموس المكتوب الوصايا العشره وغيرها الناموس لليهود. الادبي اللي هو الناموس الموسوي كله م. م. ليس عن طريق هذه يخلصون لكن عن طريق ايمانهم بعمل الرب يسوع المسيح اللي تم على الصليب م. فالمؤمنين من الامم والمؤمنين من اسرائيل او شعب اليهودي اثنينهم يخلصون فقط بالإيمان بعمل الرب يسوع المسيح وليس بالناموس الموسوي. آمين. طيب آخر في هذا يقودني إلى السؤال يعني نعم. آه مثلاً نحن نعرف اليهود لديهم ناموس موسى. نعم. آه الأمم. نعم. الأمم هذول الناس ما عندهم ناموس. نعم. ولا ولا يعرفون الله ولا يعرفون شيء عن ال الناموس نعم طيب ايش بخصوص الامم ايش بخصوص الامم يعني اللي ما كان عندهم ناموس نعم ايش 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 يتكلم كتاب عنهم يعني واحد يقول انا شنو ذنبي شنو ذنبي انا, أنا يعني انا ما عندي ناموس موسى بي. يعني نفرض هذاك الوقت يعني, يعني شخص ما عنده ناموس نعم اممي هو نعم. وهذا خليقه الله الله خلقه صح طيب هو شنو ذنبه اوكي بلا ناموس اولا هو مذنب حتى لو ما عنده ناموس موسى م -م. ولا عنده ناموس مكتوب نعم لكن الرب مثلا في رساله روميا <applause> الاصحاح الاول والأصحاح الثاني نعم اذا ممكن نقرا مثلا في رساله روميا احبائي الاصحاح نعم. الاول عفوا <applause> روميا اصحاح الاول نعم نعم والاعداد آه مثلا يقول في الاعداد من 19 الى آه نقدر نقول الى 20 نعم نعم أحبائي روميا صح الاول عدد 19 و 20 نعم اذا نقرا من 18 نعم. حتى تكون اوضح للاحباء يعني yeah. آه فرساله روميا صح الاول العدد 18 الى 20 يقول لان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واثمهم يعني اكو غضب معلن من الله على جميع فجور الناس و اثم الناس، هنا على جميع, جميع الناس الخطائر. الامم واليهود واللي عنده ناموس واللي ما عنده ناموس. نعم نعم يقول والذين يحجزون الحق بالاثم اذ معرفه الله يعني انه يعرفون عن الله ظاهره فيهم لان الله اظهرها لهم، شلون اظهرها الله للناس اللي ما عندهم ناموس موسى مثلا نعم يقول لان اموره غير المنظوره ترى منذ خلق العالم مه. مدركة بالمصنوعات مه. اللي صنعها يعني نعم. اللي خلقها م. قدرته السرمدية ولاهوته يعني ألوهيته نعم. إنه هو إله نعم. حتى أنهم بلا, بلا عذر عضل. فما عندهم عذر نعم. فالأممي اللي كنا نحكي قبل شوية اللي ما عنده ناموس موسى م. واحد يحكي من عدهم يعني من الأمميين يقول انا شنو ذنبي اذا انا ما عندي ناموس نعم. فالرب يجاوب عليه انك انت بلا عذر م. لانه انا يعني الله جاي يقول انا خليت في الاشياء اللي صنعتها اللي خلقتها خليقه يعني خليقه مالتي خليت مع المعرفه عني ظاهره في خليقتي واظهرتها لك بس انت ما تريد تعرفني مو ذنبي انا الرب يقول ذنبك انت ايها الامم يعني الخليقه هي ده تعلن عن الله عن الله الله على نفسه من خلال الخليقه هو الخليق. اللي في حلقات سابقه اخذنا لما كنا نتكلم عن اهميه الكتاب المقدس نعم الاعلان العام اعلان العام اعلان نعم. الله العام يه. للبشر حتى يعني عرف عن نفسه مه. اعلن عن نفسه من خلال الخليقه اللي خلقها فالانسان بلا عذر بلا عذر أه. 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 لانه الله اظهر الوهيته وخلى من خلال المصنوعات انه مم. اكو ادراك للانسان انه يعرفه مم. يفهم انه يوجد صانع مم. عظيم جدا هو اللي صنع هاي المصنوعات مم. اي جهاز لما مثلا سياره مم. ما نقدر نقول هاي السياره من كيف اجت يه. او هذا الكمبيوتر مثلا من كيف انخلق مم. لازم اكو مصمم مم. ومنفذ مم. مخطط طبعا ومصمم ومنفذ عاقل yeah. صمم هاي السياره صممها هالكمبيوتر وصمم آه كل شيء اللي نشوفه فالخالق ايضا في yeah. مصنوعاته اللي صنعها خلى بصماته يعلن عن نفسه يعلن عن نفسه انه انا اللي سويتها خالق. انا خالق انا yeah. موجود انا اله مثل فمدرك مثل. بالمصنوعات قدرته قوته <applause> <سرملي>. جبروته <applause> السرمدي يعني الأزلي الأبدي نعم. عفوا ولاهوته يعني ألوهيته أنه هو الله له آه سيادة له يعني لازم يكون ولاء من الانسان له الله نعم. فاذا السماء تحدث بمجد الله بمجد الله والفلك يخبر الفلك يخبر بيعمل بيعمل يديه, يديه. هذا فالانسان بلا عذر لانه الله اعلن عن ذاته نعم. من خلال الخليقه في قراءه ثانيه في رساله روميا حبيت تقراها عن هذا الموضوع انه الانسان اللي ما عنده ناموس الله ايضا نعم. يقدر مثلا في في اصحاح ثاني اصحاح ثاني نعم. يقول عن مثلا آه الأصحاح الثاني في العدد 12 مثلا no, no. نبتدي بالعدد 12 طبعا الأصحاح الثاني آه يعطينا بولس الرسول الأساسات اللي من خلالها أو على أساسها سيدين الله البشر نعم no. فدينونة الله يقول هي حسب الحق نعم no. دينونة الله هي حسب آه الأعمال اللي راح يعملها اللي عملها الإنسان mm -hmm. ودينونة الله هي بلا محابات يعني كل إنسان مو بس اللي الأمم آه راح لا حتى اللي عندهم آه كتاب مقدس يعني سواء آه اليهود سواء المسيحيين مثلاً عندهم كتاب مقدس أو أي كتاب آه يعتقد الإنسان إنه هو آه ضمن الكتاب المقدس مزامير آه آه كل بعض متمسكين بس مزامير يعني ما في ما في الله ما عنده محابات ما عنده محابات الكل فراح يدين الكل اللي عنده ناموس اللي ما ايش عنده ما كان الانسان، ايش ما كان ناموسه، ايش ما كان بلا ناموس، صح. الله حيدينه. نعم. فالله يدين بلا محاباه. بلا محاباه. امين، نعم. وايضا يدين الله بالناموس ويدين بحسب الضمير مه. وبحسب انجيل المسيح طبعا. امين، يعني. انه الله تجسد وبسبب تجسده يعني عمل خلاصا عظيما. مه. لكن مو كل واحد قبل هذا الخلاص بالضبط نعم فراح يدين الله الناس اللي ما قبلوا خلاص الله عن طريق موت المسيح على الصليب الناس اللي سمعوا عن هذا الخلاص نعم الناس بشروهم بهذا الخلاص نعم اللي ما أه. بالضبط اللي رفضوا فاكيد راح يدينهم لانه هو بلا عذر بلا عذر انه وصلت الرسالة صح نعم اما اللي مثل ما قلنا الامم اللي ما عنده ناموس اللي ما سمع الاشخاص مثلا اكو اماكن بالعالم م. ناس ما سامعين نهائيا لا عن موسى، لا عن المسيح، لا عن yeah. الكتاب المقدس هم هذول اللي دا قول هم هذول عليهم. اللي نقول عليهم <applause> ايش فكانه واحد اذا يقف واحد من عندهم امام الله والله يريد يدينه، واحد يقول يا, يا رب يعني انا انا ما عندي شنو ذنبي يعني؟ آه. مو ذنبي نعم الرب راح يجاوبه على الاساس المكتوب ايضا في رساله روميا امين الاصحاح الثاني هسه راح آه. نشوفه ممكن نقرا نعم، أولاً مثل ما شفنا في الأصحاح الأول أنه سيدينه لأنه الله خلى معرفته المعرفة عنه في مصنوعاته نعم. مثل ما تفضلت قسيس مزمور 19 السماوات نعم. تحدث بمجد الله الفلك يخبر يخبر يديه, يعمل يديه نعم. آه من ليل إلى ليل يذيع كلاماً وهكذا يعني موجود في الأعداد واحد واثنين من مزمور 19 طبعاً نعم. وهنا ايضا في رساله روميا الاصحاح الثاني ابتداء من عدد 12 يقول نعم. لان كل من اخطا بدون الناموس نعم بدون الناموس كل من اخطا بدون الناموس فبدون الناموس ايش يهلك يهلك نعم فاللي ما عنده ناموس راح يهلك ايضا ليش نعم. راح نشوف نعم. وكل من اخطا في الناموس مثلا هذول اليهود بالناموس فبالناموس يدان, يدان. لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم ابرار عند الله بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون مثل ما احنا بالكنيسه يجون الناس الكنائس ويسمعون يسمعون يقولون انا ما دام رايح الكنيسه ما دام اسمع الانجيل ما دام اسمع القسيس شو يحكي انا رايح للسماء لا الايمان مطلوب الولاده الجديده مطلوبه مثل ما قلنا بعدين يقول عفوا لانه لانه ليس آه الامم الذين ليس عندهم آه الناموس احنا عدد 14 مو عدد 14 لان لا. الامم الذين ليس عندهم ناموس الامم الذين ليس عندهم الناموس أه. مثل هذا الامم اللي يسال انا ما عندي الناموس أه. فعلوا بالطبيعه ما هو في الناموس أه. فهؤلاء ليس لهم الناموس هم ناموس لانفسهم م. الذين هاي عدد 15 الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم شاهدا أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح فهنا الأمم مو بس الخليقة تتكلم إلو عن وجود الله وعن قدرته إلهيته ولازم يعبده ويعطي له الولاء لكن أيضا موجود على قلبه الله كتب ناموسه على قلب الانسان اللي هو يعني كل انسان نعم والله اعطى الضمير حتى يميز آه انه الشيء المكتوب على قلبه لما يعمل اي خطيه مثلا الزنا، مثلا السرقه، القتل راح يشعر بالذنب، مه. ليش يشعر بالذنب؟ لانه كسر الناموس المكتوب على قلبه نعم وضميره راح يبكته مه. على كسره للناموس نعم. موجود على قلبه نعم. فالناموس موجود على قلبه حتى لو ما عنده ناموس موسى أه. ولذلك راح الله يدينه مه. لانه الضمير يبكته انه هذا الشيء اللي انت سويته انت كسرت الناموس المكتوب على قلبك، ناموس مه. الله المكتوب على قلبك، لذلك انت تحت الدينونه وانت ايضا بلا عذر يا، yeah. فإذا اليهودي بلا عذر نعم والأممي أيضا بلا بلا عذر عذر، الحل أخر ميل نعم ممكن تقرأنا آية 13 من حتى نختم حلقتنا، أعتقد أمين. الحل هو في غلاطية 3 والآية 13 أمين، يقول المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، لذلك الرب يسوع المسيح لما مات على الصليب افتدانا من لعنة الناموس طبعا هو أكثر شيء مقصود الناموس الموسوي هنا نعم. لكن أيضا بالنسبة للأممي الناموس المكتوب على قلبه أيضا كسروا لذلك المسيح افتدانا من لعنة الناموس المكتوب على القلب والمكتوب في ناموس موسى نعم. بس هذا المن راح يكون فعال الفداء للذي يؤمن, يؤمن. آمين أمين. مو أي أممي صح مو أي واحد باقي تحت ناموس موسى صح. وما يقبل الإيمان بالمسيح كمخلص الوحيد أه. مخلص وحيد للخلاص وتبرير نعم. أمام الله لا بس اللي قبله الرب يسوع صح المسيح صح. بالإيمان بعمله على الصليب إنه هو أخذ مكانهم افتدانا افتدانا من خطايانا ومن لعنة الناموس وأعطانا بره فأحنا أمام الله بارين عندنا بر المسيح محسوب نعم. إلنا نعم هو اخذ خطايانا واعطانا بره, بره. أمين. فاحنا امام الله متبررين لابسين المسيح متبررين مجانا, مجاناً بنعمة, بنعمه بنعمته نعم. بالفداء, بالفداء نعم. الذي بيسوع المسيح امين امين شكرا اخي الحبيب نشكر الرب ربي يباركك نشكرك من اجلك كل الشكر للرب ومن اجلك اخي محبوب امين أحبائي المشاهدين في ختام هذه الحلقة أصلي باسم يسوع المسيح أن تكون فعلا قبلت المسيح كرب ومخلص لحياتك أن اعترفت بفمك وأمنت بقلبك خلصت أنت ما محتاج تسوي أي شيء آخر بعد ما أن تخلص مطلوب من عندك تعيش الحياة القداسة حياة النمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح إذا كان عندك سؤال إذا كان عندك أي استفسار إذا كنت محتاج إلى صلاة إلى كتاب مقدس ممكن تراسلنا على الإيميل الظاهر أسفل الشاشة تصل فينا على التليفون الظاهر أسفل الشاشة بكل محبة نتواصل معك وإلى أن نلتقي فيكم في حلقة جديدة من السراج المنير نترككم في رعاية القدير